الرياض تقرأ. الرياض تقرأ. الرياض تقرأ. الرياض تقرأ. الرياض تقرأ. تحت هذا الشعار انطلقت نسخة جديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر محلية وعربية وعالمية، ليصبح هذا المعرض عاما بعد عام أحد أكبر معارض الكتاب ومن المحافل الثقافية في العالم. الحقيقة هو شعار في غاية الأهمية، لأنه يذكرنا بأهمية العلاقة بين المدينة والقراءة أو المدينة والمعرفة والثقافة بصفة عامة. الرياض تقرأ عنوان فيه كثير من الواقعية بدليل الحضور الكثيف للقراء. والله هو من اللطافة بمكان، إذ إن القراءة هي جوهر بناء الشعوب وبناء العقل وبناء المجتمعات، فكان هذا الاختيار من أجمل الاختيارات بصدق. كل السعودية وأهل الرياض بصفة عامة صاروا قارئين مهتمين بالكتب والقراءة، عشان كذا وجد هذا المعرض. معرض كتاب الرياض الدولي هو من أكبر المعارض في الشرق الأوسط بل في العالم. إلى جانب أجنحة العرض ومشاركة دور النشر والوكالات، ضمن المعرض برنامج متكامل من جلسات الحوارية والندوات ومنصات التوقيع للكتاب، بالإضافة إلى فعاليات خاصة بالأطفال والفنون وغير ذلك. يعتقد أن القراءة الآن في تحسن كبير، هناك ارتفاع في معدلات القراءة، وإن كنت أعتقد أن نوع القراءة أهم من الكم. في قراء كثير جدا في المملكة العربية السعودية، ودور نشر جديدة فتحت مؤخرا، فهذا دليل على أنه في إقبال كبير جدا. والله أنا كتبي اللي دائما أقرأها هي متنوعة، لأنه عندي قناعة في أنه عملية العلوم هي مرتبطة ببعضها يعني. وما شاء الله المملكة موفرة كل شيء، يعني الرياض تقرأ والمعرض رائع والتنظيم جميل، يعني هاي ثالث سنة بزوره أنا على التوالي. أنا بحب الكتب الواقعية صراحة. شكرا لوزارة الثقافة على تنظيم هذا المعرض الدولي وإتاحة الفرصة للمؤلف السعودي في ركن المؤلف السعودي. تنظيم المعرض كان جدا رائع، ومشكورة حقيقة وزارة الثقافة على هذا التنظيم الناجح والأكثر من رائع. أنا كل سنة أحضر المعرض لعدة أيام، تقدرون تقول العشر أيام كاملة، لأن معرض الكتاب وجهة يعني حضارية وثقافية كبيرة جدا. نحن ننتظر معرض الرياض من عام إلى عام، بالنسبة إلينا هو معرض مركزي من أهم المعارض الدولية. ولا ننسى طبعا مشاركة الدول العربية بإثراء محتوى هذا المعرض، ممثلة بهيئاتها ووزاراتها ومنظماتها المختلفة، وعلى رأسهم دولة قطر الدولة الضيفة لنسخة 2024 من معرض الرياض الدولي للكتاب. هلأ حالياً نحن بعصرنا الكتب صارت يمكن شوي عم بتتراجع، بس حلو أنه يكون عم نعمل مثل هيك معرض لحتى نشجع، لأنه القراءة والكتاب أهم من أي سوشيال ميديا معقول تكون حالياً. نحن جايين من لبنان، عنا هون ستاند تلوين، كل اللوحات اللي عنا بتجي معمولة من مخمل وبتتلون. مبارك لكم بافتتاح معرض الرياض في هذه الحلة الجديدة. معرض الرياض غني عن التعريف، ونحن كهيئة الشرق للكتاب حريصين أن نكون متواجدين. إحنا من خلال جناحنا في هيئة الشرق للكتاب نحاول نقل الجمهور السعودي ولو نبدأ خفيفة عن الحراك الثقافي في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة بالذات. الناس قبل 10 سنوات قالوا الكتاب المقروء الكتاب الورقي راح يختفي، ونحن قلنا لهم الكتاب القرائي راح يظل الورقي لخمسين سنة بعد. من معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 كانت معكم عبير بوحمدان، مجلة سيدتي.